فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وعن النهبة، عن النهبة في والنهبة أن ينثر مال مثلا، ويقال من شاء أن ينتهب، فهذا من باب العبث وإضاعة المال. نعم. وركوب النمور، ركوب النمور يعني جلود النمور، يعني نهي عن جلود السباع وافتراشها واستعمالها. نعم. ولبوس الخاتم، لبوس الخاتم المراد به الخاتم من الذهب، وأما الخاتم من الفضة. نعم. والخاتم من غير الفضة مما ليس بذهب وليس فيه ذهب فلا مانع من ذلك، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نعم. قال إلا لذي سلطان، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. إلا لذي سلطان المراد بذلك ما ينقش على الخاتم من الكتابة الرسمية، لئلا يغرر بالناس ويشبه عليهم أن هذا ختم السلطان. نعم. قوله الشيخ ركوب النمور، أحيانا بعض الأحذية فيها جلود حيوانات ليست من السباع، أرانب، قطط. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ودبغ فلا بأس كما سبق.